مرحبا يا أطفال، اليوم سنتعرف على حرف جديد. هيا أعيدوا معي الكلمات الآتية: أريكة، إناء، مرفأ، سماء. إذن ما هو الصوت الذي يتكرر؟ نعم، صوت أ، حرف الهمزة. صوت أ مع الحركات القصيرة أ أو إي، مع الحركات الطويلة أ أو إي، مع التنوين والسكون أن إن أن أ. إلى اللقاء يا أطفال مع حرف جديد إن شاء الله.